أنا خشى زيت أصلخا يوتسيت من الكلام. أعتقد بأن هذا كان نجاحا استثنائيا ما حصل هنا بالنسبة لإسرائيل. واستغرقت سنوات لبناء القدرات التكنولوجية. وهذه القدرات استثنائية بالتأكيد، والتعاون الائتلافي بين إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا دول أوروبية وصلتنا إلى هذا المكان. وهذا وقد كان هذا أيضا عن طريق الأردن من ناحية نجاح تكنولوجي كبير وعسكري كبير وإثبات على أن التعاون أن هناك تعاون جديد في الشرق الأوسط. هل فاق الهجوم الإيراني التوقعات الإسرائيلية بحسب رأيك؟ أنا خشف أني في الوقت يوم عشان كنت سأقول بأنني لم أفهم ما هي ماذا يقف من وراء كل هذا الهجوم، لماذا كان يجب أن يرون كل هذه الكمية. منذ البداية فهمنا أن خطتهم ستكون هجوم على السفارات والسايبر، وكان من غير المتوقع وأقل توقعا أن يكون هجوم من إيران نفسها، ولذلك كنا جاهزون. في ذات السياق سيد ياكي، كيف تقيم الآن موقف واشنطن من هذه الهجمات وما المتوقع في الأيام المقبلة؟ ولأن هذا نجاحا كبيرا من ناحية واشنطن، لأنه في نهاية الأمر هي من بنت هذا التحالف في قيادة القيادة الوسطى. دول ليست لها علاقة دبلوماسية مع إسرائيل حتى دخلت إلى هذا التحالف، وفي ساعة الصفر عمل هذا الائتلاف كما يجب، وهذا نجاح أمريكي رائع في الشرق الأوسط. وهذا انعكاس على رسائل لأوكرانيا وتايوان. هذا التحالف صامد عندما يلزم وتثبت الولايات المتحدة قدراتها ورافعاتها إزاء إسرائيل في مواضيع أخرى. من ناحية الولايات المتحدة هذا نجاح أولا من ناحية عسكرية، ولكن أيضا دبلوماسية كبيرة يمكن للأمريكان أن يأخذوها إلى مناطق أخرى. سيد أليف، إيران قالت أن الحدث انتهى، أي أن انتهى الرد عمليا. بحسب رأيك أي أهداف حققتها إيران في هذا الهجوم؟ أنا باعتقادي أن إيران استطاعت أن ترسل رسائل في هذا الرد، رسائل للجمهور الإيراني، رسائل إلى أطراف محور المقاومة وإلى الدول العربية وكذلك إلى إسرائيل وأمريكا ودول أخرى. الرسائل الأساسية هي إثبات أن إيران لا تخشى الرد، كما كانت كل التوقعات الإسرائيلية تقول أن إيران لن ترد، تخاف من الرد الإسرائيلي، وبالتالي إيران لن ترد كما حصل في الماضي، وأن إيران سترد عبر ما يسمى وكلائها. أنا دائما كنت أقول أن إيران لن تسمح لأحد أن يرد بدلا منها، وأن إيران سترد بشكل محدود ويعني بشكل عقلاني، وهذا ما حصل. هذا الرد أعاد للإيرانيين هيبتهم الإقليمية في المستوى السياسي والمستوى الشعبي وحتى في المستوى العسكري الإيراني. هذا من ناحية، وهي رسالة أيضا للعرب بأن إذا اعتمدتم على إسرائيل في تحالفكم مع إسرائيل أثبتت إيران أنها هي القوة الإقليمية، لا تحتاج إلى مساعدة من أحد، وأن إسرائيل إذا ما واجهت إيران لا تستطيع مواجهتها إلا بدعم أوروبي وأمريكي وحتى عربي. إذن من هي القوة الإقليمية الوازنة في الشرق الأوسط؟ هذا بالمفهوم الإيراني بالرسائل إلى دول الخليج العربية. الرسالة تقول أن إيران هي الدولة الإقليمية الوازنة، وبالتالي إذا اعتمدتم على إسرائيل ستكونوا ضمن الخاسرين. ولكن في الوقت نفسه إيران يعني أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة تقول بأنه كما وعدناكم نفذنا، ونفذنا بحكمة وبعقلانية وبقوة. كانت أمريكا تعلم
كل التفاصيل، ليس فقط من خلال الأقمار الاصطناعية والتجسس، وإنما من خلال المحادثات التي جرت مع إيران، وإيران قالت لهم سنرد، ولكن سنرد بشكل محدود وبشكل حكيم وعقلاني، ولن نستهدف المدنيين، إنما سنستهدف أماكن عسكرية. كل هذه الأمور تراها إيران إنجازاً، أطراف محور المقاومة ترى ذلك إنجازاً، ولكن على المستوى الشعبي، وهذا اختلاف، على المستوى الشعبي المؤيد لإيران، المؤيد لمحور المقاومة، وأنا أسمع هذا يعني من كثيرين يعتقدون إنه الرد يجب أن يكون متناسباً، بمعنى قتلوا قيادات يجب أن يقتلوا بالمقابل قيادات. أنا أعتقد أن الرد هو رد سياسي وليس رد عسكري، ولذلك إيران تكتفي بهذا الرد وتعتبر أن الأمر انتهى، على أمل ألا تصعد إسرائيل. أما إذا صعدت إسرائيل باعتقاد أن الأمور سنتحدث عن هذه النقطة. نعم سنتحدث عن هذه النقطة. سيد ياكي تعليق تفضل. الضيف كي يتحدث عن رد محدود وعقلاني محدود ربما، ولكن عقلاني لا، بالتأكيد لا. إيران عادت تركيز العالم الذي كان مصغيا بشكل قليل جدا لإيران، وكونها المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط، عاد إصغاء العالم لقضية أن إيران هي التهديد الأكبر، وهو خلق ائتلافا لم يكن موجودا، ومن ناحية عملية عملت ونفذت. لذلك إيران أخطأت بموضوعين مهمين: أولا عدم خلق الشراكة الاستراتيجية بين الدول السنية المعتدلة وإسرائيل، هنا أخفقت إيران لأن هذا الائتلاف والتحالف عمل بشكل ممتاز. وكذلك النظرية الإيرانية التي تحدثت عن الوكلاء، يعني إيران تبعد مشاكلها عن حدودها وتعمل عن طريق الحوثيين، حزب الله، الميليشيات المناصرة في العراق وحماس وغيرها، وقد أعادت إصغاء العالم إلى كون المشكلة المركزية في الشرق الأوسط إيران. لذلك فهذا ليس عقلانيا، أعتقد بأن يوجد خاسرة كبيرة، إن كانت هناك خاسرة كبيرة فهي إيران. سيد دورون، بطبيعة الحال الآن هناك اجتماع لكابينت الحرب لبحث إمكانيات الرد، إذا كان سيكون هناك ردا، ما هي السيناريوهات المتوقعة واليمكن أن تقبل إسرائيل بإمكانيات عدم الرد؟ قبل ذلك والأمر متصل، أعود إلى نقطة بأن هناك ساحة معركة وهنا طرفين، هناك لدى إيران قدرات تهدد إسرائيل وقد تم استخدامها بشكل كبير وقد تم التصدي لها بشكل كامل، وهذا ينعكس على قوة إيران التي تبثها في المنطقة ككل. إسرائيل من ناحيتها هذا انتصار، وإسرائيل وحلفائها يرون بما حصل انتصارا، لذلك ليست إسرائيل بحاجة للرد. ولكن العديد من الأصوات داخل إسرائيل خاصة من الحكومة بسبب أنها ربما يمينية تقول أن على إسرائيل يعني حتمية الرد. نعم بالتأكيد هناك أصوات من اليمين، يمينا لنتنياهو، وفي الكابينت هناك أصوات أكثر اعتدالا وتقول سنرد عندما نقرر، لسنا بحاجة لاتخاذ قرار حالي وفوري، يمكن أن يكون بشكل ليس عسكريا، ليس على أساس طائرات تصل إلى إيران، ولدينا مسدس على الطاولة يمكننا أن نستخدمه متى أردنا، لسنا بحاجة لأن نرد الآن. أعتقد أنه إذا فهم الأمريكان وسنجحوا بخلق تحالف لضغط وفرض عقوبات
على إيران مع السبع دول الصناعية وتضغط على الاقتصاد وعلى صناعة القطاع البنكي والقطاع النووي، فإن هذا سيضغط ضغطا جديدا على إيران، وقد اختفى الضغط بعد الخروج من الاتفاق النووي مع إيران. سيد أليف، في السياق المتصل وكما ذكرنا في هذه التغطية في وقت سابق، كيف تقيم موقف الدول العربية التي تصدى بعد منها لإيران، خاصة وأن طهران أعلنت منذ وقت يمكن أن نقول أنها ستقوم بهذا الهجوم؟ يعني هذا لم يكن مفاجئا. لا، لم يكن مفاجئا، حتى أن إيران خلال 6 أشهر عندما سئل أكثر من مرة، سئل المسؤولون الإيرانيون لماذا لا تشاركون في الحرب ضد إسرائيل، كانوا يعني بشكل غير مباشر يقولون أن ما ينتظرنا من مواقف عربية لا يشجع على أن ندخل الحرب بشكل مباشر، ونترك الأمور لحماس، لمحور المقاومة الفلسطيني، حتى يقوم بالدفاع عن نفسه، نحن نساعد من بعد، أطراف محور المقاومة تصفي لبنان واليمن والعراق، تساعد كقوى إسناد وليس كمشاركة وتصعد هذه من لهيب هذه الحرب. ولكن الدول العربية ودول الخليج بالذات كانت خلال كل هذه الفترة تنتظر وتراقب، وبالذات في الليلة السابقة الماضية كانت تراقب كثيرا ما هي الرسالة التي أو ما هو التفكير الذي يراودها في الوقت الحاضر. الرسالة الإسرائيلية كانت ستقول للدول، لهذه الدول، أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وأن عليكم أن تتحالفوا مع إسرائيل ضد إيران، وهذا ما يسمى بالتحالف الإبراهيمي، وأمريكا ترعى ذلك باعتبار أن إسرائيل هي القوى الحامية لدول الخليج بدلا من أمريكا أو إلى جانب أمريكا. اليوم يتضح لهذه الدول بأن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران لوحدها، وهي حتاجة إلى فرنسا وأمريكا وبريطانيا والأردن وحتى السعودية. إذن أين هي هذه القوة العظمى الإقليمية التي يتحدثون عنها؟ هذه الدول كما كل الحكام في أي مكان في العالم يفكرون بمصالحهم. إذا كانت مصلحتهم في الماضي كانت تقتضي الاحتماء بإسرائيل، اليوم مصلحتهم تقتضي التصالح مع إيران، لأن إيران قوة إقليمية، وأثبت ذلك حتى أن نيويورك تايمز اليوم يقول بأنه الرد الإيراني كان كبيراً وحكيماً أكثر من المتوقع، أكثر متوقع، ويتبين بالأبحاث العسكرية أن الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه إسرائيل والمسيرات، أن لدى إيران أكثر منها سرعة وأكثر منها يعني وزنا ودقة، وبالتالي ما لدى إيران من قدرات أكثر بكثير مما أظهرته. لذلك هذه الدول القريبة من إيران، دول الخليج العربية، ستفكر مش مرتين، 4 مرات قبل أن تتحالف مع إسرائيل. صحيح أن الأردن شاركت، ولكن من يضمن للملك الأردني أن يكون الرأي العام الأردني راض عن هذا؟ أدن سيقول الرأي العام الأردني أين هي السيادة الأردنية في وجه الاعتداءات، الخروقات الإسرائيلية، نعم سيد، والخروقات الأمريكية للسيادة وصلت الأردنية. الفكرة أين هي السيادة الأردنية؟ هذا الأمر لا يستطيع النظام الأردني أن يقف مقابل الرأي العام الأردني. وصلت الصورة. سيد درون، أنت تقول أن الرد الإسرائيلي كان مثيرا للإعجاب كما قال أيضا جالنت، ولكن بالمقابل ضيفي سيد أليف يقول بأن بدون الحلفاء، بدون ربما واشنطن وأيضا دول غربية أخرى، لما استطاعت إسرائيل أن تتصدى لهذا النوع من الهجوم. هو يشير أيضا سيد ياكي بأن الهجوم الإيراني كان يعني
محسوبا ولم يريد أن يوسع رقعة الحرب، خاصة وأنه كان هناك تنسيق ربما بين طهران وإسرائيل. بداية سيد درون تفضل. يجب أن نعرف أن هناك لعبة ائتلاف أيضا، ائتلافات مثل التحالف الإيراني الصيني والروسي، التحالف الذي تديره الولايات المتحدة هنا بمقابلة، وهناك الائتلاف الذي يجمع الحوثيين وغيرهم المدن والدول الأخرى تحدد وتدرس قدراتها وهي تنفجر مرة واحدة. نتحدث عن 99%، يعني صار لديهم قدرات أقل، حتى الروسيين والصينيين يرون بأن قدرتهم العسكرية تتفجر، وأعتقد بأنهم أقل قدرة، أثبتوا بأنهم أقل قدرة من إسرائيل. قيادة المنطقة الوسطى أثبتت أن كل الاستراتيجية التي عمل عليها في السنتين الأخيرتين، يعني الدفاعات الجوية في الشرق الأوسط، عملت بشكل ناجح جدا. هذه استراتيجية عملوا عليها منذ سنتين، ولا أحد فكر بأنه عندما يكون هناك هجوما إيرانيا ستعمل هذه الاستراتيجية بشكل تلقائي. يعني كل طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلية من الطائرات في الأعلى وحتى الحيتس وكيل دافيد والقبة الحديدية عملت بشكل مدهش، والأهم من ذلك هو هذا التحالف، لأنه في نهاية الأمر كما قال دورون، نحن الآن أمام العالم الذي يعود للحرب الباردة، إيران مع روسيا والصين من ناحية، ومن الجانب الآخر الدول العربية المعتدية الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية. يعني لديك بشكل معين حرب باردة، وفي الحرب بالأمس إسرائيل والولايات المتحدة أولا أثبتت يدها على العليا، وهذا نجاح إسرائيل وانتصار إسرائيل، ويعني إخفاق إيران، يعني بالعظمة والقوة الإيرانية لم تستطع، مع كل ذلك لم تستطع أن تضرب إسرائيل أو تضر بإسرائيل. وقد قامت إسرائيل بتقليص أو بجعل القوى الإيرانية تتآكل، وهذه السمعة الكبيرة، وأثبت أن كل هذه القوى الإيرانية ليست ناجعة ولا رادعة، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للإيرانيين مستقبلا. هذا التحالف لم ينهي مهمته. أعتقد أن إيران عادت إلى مركز الصورة، وهذه هي المشكلة، لا حماس ولا حوثيين ولا حزب الله، وقد أعادوا الإصغاء لموضوع التعامل مع إيران، وهي المشكلة في الشرق الأوسط وليست العوارض الأقل أهمية وقلقا مثل حماس وحزب الله.